قبل عام من الآن بالتحديد، فصفحت الأيادي في حديقة الورود بالبيت الأبيض معلنة فتح صفحة للسلام والتعايش والتسامح عبر اتفاق سلام يربط إسرائيل بكل من الإمارات والبحرين. عاملين يعتبر يوم 15 من سبتمبر منعطفا تاريخيا في سياق العلاقات الإسرائيلية العربية، وترى تل أبيب أن هذه الاتفاقية نافذة الاتفاقيات مع دول عربية وإسلامية أخرى. بالفعل رؤى كما وكان الحال مع الحكومة الإسرائيلية السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو، فإن أركان الحكومة الحالية يتطلعون إلى استمرار زخم هذه الاتفاقات التي شملت حتى الآن السودان أيضا والمغرب. بداية دعونا نتابع التقرير التالي من دولة الإمارات. مع بدء سنة يهودية جديدة ينفخ كبير حاخامات الجالية اليهودية في الإمارات بالشفار. يقول الحاخام ليفي دوخمان إن الجالية اليهودية تعزز وجودها في البلاد مع مرور عام على توقيع اتفاق إبراهيم الذي دشن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ويصف لحظة مباركته لافتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي بالتاريخية. اتفاق إبراهيم بدأ عصرا جديدا لإسرائيل والشرق الأوسط عبر رسائل التعايش والتسامح وبناء علاقات غير مبنية على أحكام أو صراعات سابقة والتطلع للتعاون بين الجميع، وهذا ما نعززه في أجيالنا. تقول الجالية اليهودية في الإمارات إن الاتفاقية سهلت توفير كل ما يحتاجونه، سواء أن تعلق الأمر بأماكن العبادة أو المعاملات أو الطعام أو التعليم. وتقول هذه المواطنة الإسرائيلية المقيمة في دبي إنها تشعر بالارتياح بعد عثورها على حضانة أطفال تتبنى العقيدة اليهودية. نحن هنا في دبي منذ 8 أشهر قادمة من باريس، سعيدة جدا بالعيش هنا، نشعر بالأمان والراحة، المجتمع منفتح هنا بحيث نستطيع ممارسة شعائرنا بحرية. اقتصاديا كان وجود الشركات والبضائع الإسرائيلية جديد الأسواق الإماراتية، إذ عقد الجانبان اتفاقية اقتصادية عدة، ويتوقع أن تصل قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين إلى $1 مليار مع نهاية العام الجاري، وأن تتجاوز $3 مليارات في غضون 3 سنوات. هناك أكثر من 40 شركة إسرائيلية بدأت أعمالها في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة. تستفيد هذه الشركات من التسهيلات التي تقدمها المناطق الحرة لبدء أعمالها بسرعة ولتحقيق الاستفادة. حققنا أكثر من $500 مليار من التبادل التجاري خلال أشهر قليلة، وهذه البداية فقط. ورغم تحقيق اتفاق إبراهيم مفاجأة سياسية في المنطقة قبل عام، إلا أن أوساطا ترى أنه لم يكسر بعد الجليد تماما بين الشعبين. نحن بحاجة إلى آلية أكثر إنفاذا لهذا الاتفاق لتحقيق طموحات كلا الطرفين. بمعنى آخر أن القاطرة الاقتصادية سوف تقود إلى قاطرة أكبر، ربما يكون تعاون مهم جدا. أبوظبي تقول إنها منعت عبر اتفاق السلام قبل عام خطة ضمن إسرائيلية ل30% من أراضي الضفة الغربية، وعبر الاتفاق شرعت الإمارات وإسرائيل بتوثيق علاقتهما الأمنية والدفاعية أيضا. في يونيو الماضي أزيح الستار عن هذه اللافتة خلال افتتاح القنصلية الإسرائيلية في دبي، في خطوة اتخذت ضمن عدة خطوات لتعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات بعد توقيع معاهدة السلام. بلال الفارس، الحرة، دبي. رؤى هذه الصورة العامة لتوقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، لكن دعنا نستعرض هنا أبرز المجالات حيال التعاون بين إسرائيل والإمارات خلال العام الأول من الاتفاق الإبراهيمي. نبدأها هنا بأن هذا الاتفاق عملت كل من إسرائيل والإمارات على زيادة التعاون الدبلوماسي بينهما، حتى أثمر التعاون على تبادل السفارات أيضا بين أبوظبي وتل أبيب، وكذلك فتح القنصلية الإسرائيلية في دبي. في المجال الاقتصادي عمل الجانبان خلال العام الماضي على تنمية العلاقات الاقتصادية والتدفق الحر للسلع والخدمات، وكذلك التعاون في مجال إقامة المعارض وتبادل الخبرات والمعارف والتعاون بين الغرف التجارية، وأيضا في مجال التقنيات الزراعية. أيضا عمل الجانبان على مواصلة استكشاف وسائل دعم الاستثمارات في اقتصاد البلدين، كذلك العمل على تنمية البنية التحتية، تبادل الخبرات في العلوم والتقنيات، وإضافة إلى ذلك الاستفادة من روح الابتكار والرؤية
لدى الجانبين في جميع هذه المجالات. في المجال الإقليمي عمل الجانبان على تعميق الحوار الاستراتيجي والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية واغتنام الفرص على أو لتوفير آلية فعالة لتعزيز القوى الإيجابية للسلام في المنطقة. كذلك وافق الجانبان على تمكين السفر بين البلدين للمسافرين الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا مع ضمان الصحة والسلامة العامة. عام على توقيع اتفاق إبراهيم بالبيت الأبيض بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين برعاية أمريكية. لحظات وصفها الإسرائيليون بالتاريخية، مثلت تحولا جذريا في العلاقات الإسرائيلية العربية، وهو ما ترجم سريعا على أكثر من مستوى. كما تقول معطيات رسمية إسرائيلية إن التبادل التجاري بين الجانبين شهد نقلة نوعية خلال الأشهر الأخيرة، ومن ذلك أن التجارة مع الإمارات ارتفعت من 50 مليون دولار بين يناير ويوليو من العام الماضي إلى أكثر من 600 مليون دولار في نفس الفترة من العام الجاري. في هذا العام حققنا الكثير من الأشياء المهمة، بداية من إبرام اتفاقيات كثيرة مع الحكومتين في الإمارات والبحرين، وإقامة سفارات في إسرائيل والإمارات، وسافر 230 ألف إسرائيلي إلى الإمارات في أقل من عام، ونحن نتطلع إلى أعمال كثيرة سنحققها مستقبلا، وهذا يفرض علينا أن نعمل بشكل كبير. الحكومة الإسرائيلية الحالية سارت على خطى حكومة بنيامين نتنياهو، وتتطلع إلى تعزيز علاقات إسرائيل بالدول التي أبرمت معها اتفاقيات سلام، كما تسعى إلى إبرام معاهدات مع دول عربية أخرى خصوصا خليجية. ورغم أن اتفاق إبراهيم أسس لعلاقات قوية في مجالات مختلفة، إلا أن مراقبين إسرائيليين يعتبرون أن الأمر ما زال يحتاج إلى كثير من الوقت والعمل. رغم أهمية هذه الاتفاقات، فإن المعاهدات المهمة كانت مع مصر عام 79 ومع الأردن عام 94. تلك كان لها تأثير كبير على تغيير حياة الإسرائيليين. الاتفاقيات التي أبرمت قبل عام أعطت للسائح الإسرائيلي ورجال الأعمال الإسرائيليين إمكانية السفر بحرية للخليج، وهذا لم يغير الوضع الاستراتيجي كثيرا في إسرائيل. رغم ذلك، فإن الساسة الإسرائيليين أكدوا مرارا أن اتفاق إبراهيم ليس فقط تحالفا استراتيجيا بين الحكومات على الصعيد السياسي أو الأمني، إنما هو سلام على مستوى الشعوب أيضا، وهو ما أظهره التعاون الطبي والتجاري والسياحي على مدار عام مضى. مع مرور عام على الاتفاق، فإن الإسرائيليين يرون فيه بداية لعملية سلام يجب أن تتوسع مع دول عربية وخليجية أخرى قد تعيد تشكيل المنطقة وصولا إلى شرق أوسط جديد سياسيا وأمنيا واقتصاديا. محمد الصياد، الحرة، من مدينة القدس. إذن لين، ننتقل الآن إلى أبرز القطاعات، ما التعاون ما بين إسرائيل والبحرين بعد اتفاق السلام الإبراهيمي. نبدأ بالشأن الدبلوماسي، حيث تسلم سفير دولة البحرين لدى تل أبيب خالد الجلاهمة مهامه الشهر الماضي كأول سفير لمملكة البحرين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المعارض التجارية وتبادل الخبراء في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ذلك تبادل المعرفة وتبادل الوفود. كذلك اتفق الجانبان على عقد ندوات التجارية والمهنية وتشجيع التعاون في أوساط القطاع الخاص وتشجيع البحث والتطوير وغيرها. كذلك يعمل الجانبان في مجالات التعاون الأمني والتبادل في الخبرات، وكذلك العمل على تطوير العلاقات ما بين إسرائيل والبحرين بما يخدم المصالح المشتركة. إذن رؤى، هي مياه كثيرة جرت في بحر العلاقات العربية الإسرائيلية خلال هذا العام. دعونا نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع وكيف بدت بعد عام. بداية نرحب بضيفنا الدكتور مائير مصري، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، وأيضا نرحب بالدكتور محمد أزغول، باحث في مركز الإمارات للسياسات. صباح الخير عليكما. يعني نبدأ معك دكتور مائير في البداية، يعني إذا عام على توقيع اتفاق السلام، لنبدأ بين الإمارات وإسرائيل، ما هي أبرز أوجه التعاون الذي جرت خلال هذا العام بين البلدين؟
شكرا لكم على الاستضافة أستاذتي الكريمة، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم من دولة الإمارات. لا شك في أنه نتحدث هنا عن علاقة من نمط جديد بين إسرائيل والعالم العربي، ودعينا نقول بأنه دور الإمارات كان هام للغاية، لأن الإمارات كانت هي القاطرة، وبعد الإمارات التحقوا الآخرين بالركب، ولذلك الإمارات هي التي امتصت غضب أعداء السلام في البدايات إذا تتذكرون، وليست الدول الأخرى. التعاون بين إسرائيل والإمارات مفتوح للغاية وممتد، وهناك مجالات ومحاور عديدة لهذا التعاون، بعكس ما ادعاها البعض من أن هذا التعاون سوف يكون متمحور حول محاولات احتواء التمدد الإيراني في المنطقة. بعكس هذا رأينا أنه هذه صحيح أنه هذا أحد أوجه التعاون، ولكنها آخر محور للتعاون بين البلدين، حيث أنه هناك حجم تجاري تبادل تجاري واستثماري بين البلدين كبير للغاية، سياحي كذلك، تعليمي. لدينا اليوم طلاب إماراتيين، وكذلك هناك طلاب إسرائيليين يذهبون إلى الإمارات لفصل من العام رغم جائحة كورونا. هناك كذلك تعاون على مستوى الثقافي، ورأينا كيف أنه فتح دور العبادة اليهودية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الإمارات تلعب دورا كذلك في تنشيط الثقافة العربية داخل إسرائيل من خلال حالة الاشتباك التي نمت بين الإماراتيين من ناحية والمكون العربي الكريم داخل إسرائيل. وبالتالي نعتقد بأنه محاور التعاون بين البلدين لا حصر لها، ونحن نتحدث هنا عن نمط جديد من السلام، سلام بين المجتمعات المدنية، سلام بين الشعوب، وليس فقط مقتصر على القيادات والأنظمة السياسية. نعم دكتور مائر، اسمح لي أنتقل إلى ضيفي دكتور محمد. يعني لو انتقلنا إلى الجانب الإماراتي، إنجازات دبلوماسية وأخرى اقتصادية تحققت خلال العام الأول من الاتفاق الإبراهيمي، لكن ما الأبرز برأيك على الصعيد الدبلوماسي؟ صباح الخير رؤى لك وللسادة المشاهدين والدكتور مائير أيضا من القدس، تحياتي لكم جميعا. الحقيقة نحن نتحدث عن علاقات صلبة تأسست ومضى عليها عام واحد فقط، ولكنها أثبتت خلال هذا العام بأنها قادرة على تجاوز العديد من التحديات. لم تكن يعني الأمور تمضي بخير خلال العام الماضي على المستوى الإقليمي، ومع ذلك شاهدنا أن هذه العلاقات استطاعت تجاوز مرحلة بناء البنية التحتية للعلاقات بين البلدين. بتعرفي أنه عندما تبدأ علاقات بين دولتين لم تكن بينهما أساسا علاقات دبلوماسية أو يعني اتفاقات تعاون مشترك، نحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتأسيس بنية تحتية قانونية وتشريعية، وأيضا على مستوى الاتفاقات بين مؤسسات الدولتين هذا يستغرق وقتا، والتأسيس له يحتاج إلى إرادة سياسية صلبة، تعاون على مستويات عدة، وأيضا يحتاج إلى يعني مشاركة مباشرة بين المؤسسات مع بعضها البعض. لاحظنا أن هذه الوتيرة مضت في العلاقات بين البلدين، كان هنالك تغيير سياسي في إسرائيل، جاءت حكومة التغيير وذهبت حكومة نتنياهو، ومع ذلك ظل الزخم الذي يدفع هذه العلاقات قويا. شهدنا أيضا أحداث مريرة في غزة وظل الزخم الذي يدفع هذه العلاقات قويا. شهدنا أيضا محاولات تشويش إقليمية على هذه العلاقات على مستويات عدة، ولكن أيضا ظل الزخم في هذه العلاقات قويا. نشهد الآن تقدم على المستوى الاقتصادي، كما أيضا أشار الضيف من القدس، التعاون لم يكن موجها ضد أحد، لم يكن عنوانه الأساسي هو يعني في السياق دفاعي ضد أي طرف إقليمي أو دولي، إنما كان التعاون على قاعدة مصالح مشتركة بين الدولتين. نعم. بين الشعبين. هذه المصالح المشتركة تتنوع بين مصالح سياسية، مصالح اقتصادية، ومصالح أمنية، وأيضا يعني مصالح على مستوى التبادل الثقافي والاجتماعي. إذن نحن نتحدث عن قاعدة صلبة للعلاقات تشكلت خلال هذا العام الماضي، وأثبتت أنها قادرة رغم أنها في بداية يعني نشأتها على تجاوز تحديات. طيب. دكتور محمد. متعددة وبثبات. دعني أنتقل من فضلك لدكتور مائير. يعني كما قال دكتور محمد، لربما هي تحتاج إلى إرادة سياسية صلبة لمحورات واستمرار هذا الاتفاق، لكن حسب رأيك يعني بعد يعني التعاون الاقتصادي، التعاون التجاري، تعاون على صعيد مجال الصحة والتعليم والثقافة وجميع هذه المناحي، بعد مرور عام يعني ما هو المنتظر بعد ذلك؟
أولا المنتظر بعد ذلك هو تثبيت الاستقرار في المنطقة. نحن نعيش اليوم في منطقة تعيش حالة من الغليان، ولدينا نقول بأنه الصراع الحقيقي الذي هو قائم اليوم في المنطقة هو ليس بين محور موالي للولايات المتحدة ومحور مناهض لها، ليس بين محور عربي سني ومحور إيراني شيعي. كل هذه المسميات حقيقة التي دخلت على المشهد الشرق أوسطي هي خاطئة للغاية، ولكن الصراع القائم هو بالأساس بين الدولة واللا دولة، بين الدول العصرية التي تتحدث بمنطقة السيادة، بمنطقة الاستقلال، بمنطقة التعاون، بمنطقة الاشتباك في المجتمع الدولي، وبين قوى مارقة تريد إشعال النيران في كل مكان ولا تؤمن بالحوار ولا تؤمن بالشرعية الدولية. هذا هو حقيقة الصراع القائم في المنطقة. وبالتالي نحن نقول بأنه القاسم المشترك بين كل هذه الدول رغم الخلافات القائمة، هناك خلافات، يعني هناك واقع، هناك خلافات إسرائيلية عربية صحيحة ولم يحل حتى اليوم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ونحن نأمل في أن يحل وفي أن تساهم هذه الشراكات الجديدة والمتنامية في حل الصراع القائم بيننا وبين جيراننا وشركائنا الفلسطينيين. ولكن لا شك في أن هناك قاسم مشترك هو كون هذه الاتفاقيات وهذه الشراكات بين دول تتعامل بمنطق الدول. النقطة الثانية هو توسيع دائرة السلام الإقليمي. نحن نتحدث هنا عن بعض الدول التي تغرد خارج السرب العربي، وإنما السرب العربي اليوم هو الذي يذهب نحو السلام. ورأينا كيف أن الجامعة العربية رفضت استصدار قرار إدانة للإمارات العربية المتحدة قد طلبته السلطة الفلسطينية بعد التوقيع على معاهدة السلام. اليوم الجامعة العربية تؤيد وتدعم هذا المسار، هو خلق السلام في المنطقة. ولكن يعني إن حولت هذا السؤال إلى دكتور محمد، زي ما قلنا إنه المهمة الأساسية من اتفاقية إبراهيم هي أن تكون هناك أرض مشتركة للسلام، كيف يعني ممكن أن نبني على تلك الأرضية لحلحلة الخلافات العربية الإسرائيلية؟ يعني على الأقل أنا أنظر إلى هذا المسار كمسار إقليمي على الأقل من وجهة نظر دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن نعرف أنها أعلنت بشكل واضح وصريح بأن هذه الدولة تريد مسارا جديدا لعلاقاتها الخارجية يرتكز على مفهومين، مفهوم الاستقرار ومفهوم الازدهار، وينطلق من إصلاح وبناء العلاقات مع جميع الأطراف في المنطقة بدون أي استثناءات. يعني دولة الإمارات العربية المتحدة الآن تقدم على مسار إقليمي لإنقاذ هذه المنطقة بعد جائحة كورونا وبعد الأحداث العصيبة التي مرت خلال عشرية الربيع العربي القاتمة. تريد أن تطلق مسار إقليمي للازدهار والاستقرار قائم على تعزيز العامل الاقتصادي وأولويته. ولاحظنا أنه في إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة لمبادئ الخمسين الأولوية في العلاقات الخارجية هي للمصالح الوطنية المرتكزة أساسا على العامل الاقتصادي، يعني بمعنى أولوية الاقتصاد. لا يوجد رغبة لدى يعني دولة الإمارات العربية المتحدة بتحويل مسار لنقل السلام القائم الآن ضد أي طرف من الأطراف الإقليمية، تريده أن يكون مسارا يتسع للجميع. لكن كما تفضل الضيف أيضا هنالك أعداء للسلام، يعني لا يمكن أيضا السماح لمجموعات ما دون الدولة والميليشيات والمنظمات الإرهابية التي تعيث فسادا في هذه المنطقة بأن تعمل بحرية. لابد من التعاون على قاعدة يعني الأمن المشترك لدول المنطقة، ولكن يد السلام ممدودة للجميع. وهذا المسار مسار إقليمي ليس مسارا ثنائيا فقط، بدليل أنه إحنا شهدنا انضمام عديد من الدول أيضا الأخرى إلى هذا المسار، وكان فاتح الطريق جديدة إلى المستقبل. نأمل أن تمتد وأن تشمل جميع الأطراف الإقليمية الفاعلة. ولاحظنا أيضا مبادرة دولة الإمارات باتجاه قوى إقليمية كان بينها وبين الإمارات خلافات سياسية حادة مثل تركيا مثل قطر، ومع ذلك اليوم نشهد مسارا يثبت بأنه هذا المسار هو مسار ثابت وإقليمي ومبني على يعني بنى استراتيجية ثابتة. نعم، أنا أشكر مداخلتكم معنا لهذا النهار الدكتور محمد الزغول، باحث في مركز الإمارات للسياسات، وأيضا الدكتور مائير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس. شكرا جزيلا لكما.